وأضخم شركة استثمار عقاري في الشرق الأوسط. واخد بالك يا حاج عبد الحميد؟ ها طبعا. بس يا اخوانا واحنا فرحانين كده بالدمج مش عايزين ننسى الاكل. الاكل يبرد ولا ايه يا موه؟ موه الكابوريا المخلية دي بقى مزاجها عندها عطط، عايزك لما نتجوز ما تتقطعش من البيت. ها وانا هخليها لك بايديا يا ميسو. بايديك اه بايديك نيني ودا ودا بيدا بيدا هم 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 يا جامد فتفتها له ببقك واديها له عشان سنانه. ها اعملي حسابك شهر العسل هنقضيه كله في كان على اليخت بتاعي يا روحي. احنا من هنا على لبنان على طول، ننزل بالطياره على المستشفى. انا دكاتره التجميل هناك قالوا لي ممكن يحطوا لك وش غير الوش ده خالص. كل مصري ينادي انا ملك لبلادي، قلبي يميني فؤادي، روحي فداء اوطاني. يا جمالك يا دلالك انا نفسي اشعر بحنانك. احترم نفسك يا اخي وتقعد بادبك. ترضى ان انا اعمل في اختك كده؟ ليه لا؟ انا بقى مرضاش، والبيت ده بيت محترم. انت مالكش غير نص البيت بس. انا النص بتاع نص محترم، انت ليك النص اللي فوق وانا ليا النص اللي تحت، وكل واحد يلم نفسه بقى بصراحه. نعم نعم. وعبد الحميد ماله؟ ما اللي معاه هي اللي تلم نفسها بس يا ولية شرشوحه. انت احنا اللي نلم نفسينا. يلا بينا يا عطيان. استنى بس، رايح فين؟ رايح فين ده؟ ده انا قعدت تقطعت. انا اللي غلطان يا فارع. انت ما هو الشغل لازم يبقى فيه طقطقه. انا اللي غلطان. بس عشان نتحاسب والعمليه ما تجيش كده اصلا. عشان انا حطيت ايدي في ايد واحد زي ده. استنى يا عبد الحميد، استنى بس، هو في شغل من غير طقطقه؟ مساء الخير يا ابو حسين بيه. خير يا سياده اللواء. انتوا مش خدتوا القصر والشركات وكل حاجه؟ عايزين مني ايه تاني؟ انا مش جاي عشانك يا ابو حسين بيه، أنا جاي لعبد الحميد الأنفوشي والست عطيات أخته. إيه طلعوا متعسرين هما كمان؟ لا أنا سبت الأموال العامة من الحركة اللي فاتت. أمال فين دلوقتي سيادتك؟ مباحث المخدرات. آه مخدرات. وأنا أقول إشمعنى أنتوا اللي مش متعسرين في البلد دي؟ مخدرات. يلا حبيبي. قطعيته؟ نعم يا حبيبي. يلا يا بنت الكلب من هنا. يلا. ابوس ايدك، ابوس رجلك تسعد. لو رفض ما اطلعش انا مش هسامح نفسي ابدا. والنبي يا بيه، والنبي انا ماليش غيره في الدنيا. رافض اللي شغال عند موجه النشار اتحبس وخدوا التوك توك بتاعه، وانت جاي لي دلوقتي عشان نخرجه، مظبوط؟ ويا ريت تطلعوا لنا التوك توك يا باشا، ده واد غلبان. حاضر يا سيدي، الواد والتوك توك. ربنا يخلي لك بوبوس ولا يحرمك منه. هو اصلي كان في حاجه كده يعني. مبروك مؤدبا. موجه النشار بني ادمه هايله وكويسه ومحترمه. بس الله بقى وشها يبقى كويس عليك. حاكم انت عارف الاستديو اصلها قدام. وطبعا انت عايز توافق اوضاعك دلوقتي انت وهي وتجدول من الاول. وغلاوه بوبوس عندك لا تديني اخر فرصه. انا المره دي هشتغل بجد.
فين سحلاوه؟ سحلاوه سحلاوه سحلاوه. سيادتك لا مؤاخذه مش عايز سواق؟ هو حضرتك بتشتغل سواق؟ اه سيادتك انا عندي تاكس. طب عندك تاكس وعايز تشتغل عندي ليه؟ لاقساط حرقه يا باشا والبنك ما بيرحمش. الله انت متعسر انت كمان؟ متعسر؟ الحمد لله. متعسر. مساء الجاب. مساء الجواب يا اخويا مساء. محسوبك جدل صاحب الفرن اللي في اخر الحاره. وزي ما تقول ده انا اللي مربي رافض. ونعم الترباح. الحلو واقف كده يا باشا. هما مش هيشوفوا حل. الا انت متعسر انت كمان؟ قوة قوة يا باشا. عندي امساك ليا ثلاث ايام. مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ اه صحيح مفيش فل لا. ولما انت مش شايف فل بتقول لي ليه مساء الفل؟ شايفها مزحزحه؟ شايفها مخدره؟ شايفها بتنطر؟ يا عم انا اسف ما جريتش كلمه. بقى جاي تقول لي انا مساء الفل؟ ليه؟ شايفني رايق؟ شايفني مزقطط؟ مش شاكي عينه؟ الله بتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي حقك عليا. هو انا جبت سيره امك؟ انا بقول لك مساء الفل. وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل. مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. يا رب طول ما انت ماشي في الشارع الناس كلها تقول لك مساء الفل، لغايه ما تبقى عريان بلبوص معضم يجي لك عزرائيل ياخد روحك يقول لك مساء الفل، يطلعوك على جهنم تلاقي بعرور مستنيك هناك يغني لك مساء الفل. لا ده انت قصدها بقى. اوعى على النبي ده فرح عقبال عندك. وبعدين الباشا ضيف عندنا عشان خاطر اهدى. اهو اهدى يا راجل. مساء الفل. خلاص خلصت يا باشا. جابوا ترفع. ربنا يتقبله. اللي قدامك ده رئيس عمال قد الدنيا. كنت شغال عند الجدع الحرامي شيخ المنصر اللي اسمه محسن الداوي. اه. قمت من نومي فجأة لقيتهم رافضيني أنا ويجي 3000 عامل زي. خرب بيوت يا باشا. شردونا يا باشا. أكلونا لحم ورمونا عظم. سبع عيال. سبع عيال أمهم بقرفهم. أكلهم وشربهم ومدارسهم. حلقين في رقبتي يا باشا. يوم يجي الجدع اللي اسمه محسن الداوي شردني أنا وأنت. أنا وعيالي. عليا الطلاق بالتلاتة اللي أجيبه مطرح مكان. أول ما أشوفه بالإزازة دي أخربوا دماغه. وانت هتجيبه منين دلوقتي؟ ده كلهم سافوا وراحوا لندن. والله لو كان في بط الحوت لاجيبه. طب استاذن انا. تمشي ليه يا باشا؟ انت بتعصب ليه؟ باشا انا اسف يا باشا. اسف يعني رميت بلاها عليك من غير سابق معرفه. نتعرف بسعادتك. انا مؤنس الشنكحاوي. مصلح الزعبلاوي. الزعبلاوي؟ يا أحسن ناس. أنت ابن مين في الزعبلة؟ أنت تعرف الزعبلة كلهم واحد واحد. أمال دول حبايبي. أنا ابن يعني عارف تعرف عنتر الزعبلاوي؟ أمال ده مربيني. أهو ده عمتي. إيه؟ عمتك؟ قصدي يعني واخد عمتي مع عمتي من الزعبلة برضو. عنتر وزعبلة. يلا بينا. لا نومك شباب. تعرفش مكان محسن هنداوي؟ أول ما هشوفه هعرف هو فين؟ حاجة أقول لك على طول. يا رافض بالنبي ما أنت ماشي. نسمع سلام لراجل الأعمال الكبير اللي شرفنا وحضر فرح النهاردة. أهو 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 الظاهر
انا بقول نمشي احنا بقى ونسيب العرسان لوحديهم في ليله حلوه زي دي. ها صباح الخير. انا بقول برضه ما يصحش نمشي ونسيب العرسان في ليله حلوه زي دي. اتفضل. اقسم بالله انا شرعك يا محسن.